ثالث يوم من عيد الأضحى المبارك، بجدد طبعاً معايدتي لكل اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً. مثل دايماً بكل هالأعياد الدينية نتمنى دايماً السلام والمحبة، وقديه كمان نحن تعايش بلبنان بين بعض، لأنه كلنا منعيش الفرحة، فرحة كل الأعياد. اليوم بصرني كتير أني بلش بتحية حب إلى لبنان من كسر وين. أكيد هالشعار منه شعار بقدر ما هو واقع وحقيقة. من 4 سنين لليوم منردد ومنقوله مع مهرجانات غسطة، ويلي بيسرني كتير اليوم أني استضيف رئيسة لجنة مهرجانات غسطة شيخة نهلة هيكل الخازن. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، مع أنه نحن صرنا الظهر يعني، بس ما بيسوى غير ما نبلش بإيجابية ونقول صباح الخير. وأنا بهمني كمان عيد جميع اللبنانيين جميعهم، لأنه أنا يعني هيدا التمييز بين أنه مع أنه هو عيد للمسلمين، بس طبعاً. أنا حلمي أنه نحن نعيد كل الوقت كل الأعياد سوا من دون تفرقة، فرح أقول ينعاد على كل اللبنانيين، إن شاء الله يكون عيد وجهه خير، وإن شاء الله يلهم السياسيين كمان مشان يهموها شوي، ويعني نقدر نحس شوي أنه عم نبلش من مطرح ننفرج على القليلة على الصعيد الاقتصادي. وينعاد عليك وعليك على جميع الموظفين وكل اكيد بالعمل طبعا. ليكي دايما هيك لما بستقبلك دايما بتجي بابتسامة، بس اليوم شايفة ابتسامتك مغيرة شوي. في ابتسامة غير شكل. لا مش ابتسامة، هي القصة بانه الالقاب وما الالقاب. هلا بصيروا بانه الالقاب، انا برايي انه هو الشغل اهم بكثير من اللقب. يعني انا بعرف انك انت بتحبي عيط لك نهلة مش شيخة نهلة. ايه لك ليه؟ لا هدول تفاصيل، بس انت بتعرفي ليه انا بفضل انه واحد، انا لو ما كان هالنجاح عم بيصير ما بعتقد كنا انا كنت بكون موجوده معك اليوم هون. بس النجاح طبعا ما بيرجع لإلي، نجاح لمجموعه، نحن مجموعه، وهيدي المجموعه بعتقد يعني لما حتى ما بقدر سميها فردا بس هن بيشتغلوا اكيد اكثر مني، انا واجهه ولا اكثر ولا اقل، لانه دائما بيكون في حدا اذا بدك بيكون يعني بسائب انه بيكون واجهه. فضحكت بس مش مشان شيء، انه في ناس تعبانه بس انه ما يعني قد عميتين مره بس ما بيطلع على اللقب، هي لا اكثر ولا اقل. بكل الحالات يعني التعب الواحد بينساه اذا كان عم يعمل شيء من قلبه، خصوصا بضيعته بجذوره بناسه. وانتم معروفين يعني مع ناسكم دائما، يعني انا ما بدي اذكر الانتخابات النيابيه يلي يعني صارت مؤخرا، وبعرف كنتوا امام تحديات كبيره، وانا هون بدي احيي اكيد سعاده النائب الشيخ فريد. هلا اليوم كان عنده اجتماع للتكتل، على كل حال انا بدي احييه، بقول قديش السياسي كمان مرات قديه بتصب كمان بخدمه الناس، وهي هيدي اساسها وجوهرها، والناس اكيد وفيه. بس يعني طبعا على هذا الصعيد الناس اكثر من وفيه اكيد. انا ما كثير بدي خوض بالسياسه، لانه نحن هيدا المهرجان من 4 سنين لليوم حيدناه عن السياسه، وعملنا اجماع شبه اجماع، لانه انا ما في او اجماع في يقول ما في يقول اغلبيه بضيعتنا على هيدا المهرجان، اللي قررنا انه نحن فينا نختلف، والاختلافات السياسيه بتصير وما لنا مشكل ابدا، بس المهم انه نحن نكون متفقين على الانماء، والمهرجان هو انماء منه شيء ثاني. وانا يعني ما عليه بس هيك يسمحوا لي، يمكن لانه عندي ضعف، لانه هيدي بلدتي، ولانه انا بيي وعمي وعائلتي موجودين فيها، بس اقدر اقول انه يعني كثير 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 قليل انه اشكر شو ابناء غسطه او بلده غسطه، هي عدا عن كسروان وجبال اذا بدك عطيونا، لانه انت بتعرف انه نحن اللي عملناه او اللي عمله فريد هيكل الخازن بهيدي الانتخابات كان شيء يعني كان تحدي كثير كبير، لا يعني كان انتصار اكيد طبعا الناس، مش هو طبعاً. مش طبعاً. هو اكيد طبعا اشتغل عليه، بس الناس لها دور كثير كبير، وما بدي احكي السياسه اكثر من هيك، بدنا نروح على الوجه الحلو تبع البلد، لانه السياسه اليوم منا الوجه الحلو. بس بنتمنى انه يمكن يهمها شوي، عندنا امل كثير على الصعيد الاقتصادي إن شاء الله. بس انه خلي الناس تتحرك يعني. خلينا نحكي انماء، ولانه الانماء هو اساس، وبعدين المهرجان صحيح انه بيزرع فرح،
بس لينجح مهرجان يعني في له تعب، في له جهود ذكرتيها، واكيد يمكن بتنسوها لما بتشوفوا الناس صار موعدها من 4 سنين لليوم هي بتنطر مهرجان غصة، لانه بتشعر حالها بوسم. انا منهم بشعر انه انا موجوده بضيعة بعرفها من زمان وبعرف ناسها وبفوت على صحتها، ويعني ما بنحس حالنا جايين من اماكن بعيد، بنحس حالنا احنا هون غصة ناطرتنا. على كل حال ما بدي اقول انه غصة عطت كثير كبار يعني من رجالات الدولة وما زالت، لأنه إلى تاريخها كمان العريق والدين والتراث بالدين والدولة والوطن. يعني من هيك بعتقد، وهي على كتف كمان سيدة حريصة كركة وكركة، يعني هودي طبعا مسلمات نحن دايما بننحني أمامهم. السنة مثل ما قلتي الوضع شوي مختلف اقتصاديا، الناس التهت انتخابات، تأملت بمجلس نيابة جديد بحكومة بسرعة، ولكن الأمور عم تنعكس على يوميات الناس. هل انعكست على مهرجاناتكم وتحضيراتكم على هالمهرجان السنة؟ رح أقولك بأي معنى انعكست. انعكست أولا نحن تأخرنا كتير لأنه كان في انتخابات وعم تطلع من قصة، يعني أنت بتعرفي كيف يعني منا لعبة. لما بلشنا نحن قلنا 3 تجميع يعني مبلشين مش أكتر، بس بذات الوقت جينا درسنا هيدا اذا بدك هالنشاط، وقلنا انه نحن ما بدنا نفشخ فشخات اكبر من مقدورنا، بس بدنا نعمل هيدا النشاط بذات الليفل اللي كنا والمستوى اللي كنا نحن نقوم فيه قبل، يعني ما بدنا نخفف من مستوى. مشان هيك نحن السنه يعني قررنا انه ما يكون عندنا ليلتين اذا بدك كونسير، يعني اللي هو بالمعنى الارتيست اللي بيطلع على المدرج، قررناها ليلة بس. هيدي الليلة رح يكون في رغب عليه من السوبر ستار ب 24 الشهر، يعني بعد بكرة في عنا ب 31 العشاء القروي التقليدي ليلة عيد مرسم عان، واللي هو بيجمع أهل الضيعة كل سنة، واللي ما قلنا جميلة فيه نحن، بس من يعني بنحضر يعني نحن التحضيرات بنقوم فيها والانترتينمنت إذا بدك، يعني المشروع مش المشروع يعني الفنانين إذا بدك، نحن بنكون عم نهتم بأنه نحن نستضيفهم وأنه نحن نهتم بالبروجرام الفني اللي بيشاركوا هن حتى يجمعوا هالعيلة الغسطوية إذا بدي أقول نشاط الفني نحن بنسأل عنه طبعا. بس بقي هيدا تقليد له كذا سنة موجود بغسطة، نحن جينا بس نهتم بالشكليات فيه لوجستيا والمهم دايما أنه الكل موجود وكل العيال بتنطروا وبتشاركوا مع بعضهم بكل شيء، وهيدي اللحمة اللي هي المهمة، هيدي كتير مهمة. السوبر ستار معروف يعني راغب علامة رح يكون يمكن لأول مرة بمهرجانات غسطة، لأول مرة معلش عذرين عم بقاطعك، لأول مرة من وقت ما شكلنا اللجنة الجديدة بس لا رغب عليه ما عنده تاريخ كتير كبير بغسطة، بغنى يعني أكثر من مرة وكان من أنجح المهرجانات، ومن أصلاً غسطة معروفة أنه كانت من أهم المهرجانات بالبلد، أنه مش بشهادتي يعني، وأنا ما كنت وما كان دخلني في لجنة وقف كانت تقوم بهيدا المهرجانات وكانت تعملها وكانت يعني من أهم المهرجانات يعني بالبلد. هلأ رح يرجع الحنين لسوبر ستار اشتقوا له، رجع لأنه أنا بعرف من كيف اشتغلنا والبيع كيف بدي أسألك كنت على البيع، هل كان في صعوبة؟ لأنه الحمد لله في مهرجانات كتير وهيدا دليل عافية وعدوى إيجابية، خلينا طبعًا نقول هل كان في صعوبة؟ خليني أقول لك شغلة، كان في صعوبة نحن يمكن لأنه كان عنا ليلة واحدة وركزنا عليها إذا بدك، لا بعتبر أنه كتر خير الله نحن ما كنا مستنظرين أنه نلاقي هيدا الرواج الإيجابي. بس أنا إذا بدي أحكيك إجماليا عن الوضع، يعني أنت بتعرف أنه في 50-60% إذا أنا ماني مغلطة بحساباتي من المهرجانات اللي هي وقفت السنة أو الأنشطة أو يعني أنا حيلا نشاط. بحب أقول شغلة أنه الناس بتفتكر أنه لما يمكن أنت سألتيني قبل بمرة أنه شو بيميز مهرجانات غسطة، صحيح أنا بعتبر كل نشاط كل مهرجان يعني كل حفلة ممكن يعني تقام عندها إيجابيات، لأنه هذا شيء مائي، هذا شيء يعني نحن عم نرجع نستعرض شوي هيك على على الصورة مردودو. مهرجانات السابقة يمكن هيدا العشاء اللي بيجمع هيك غصة سنة الماضي، صح كان سنة الماضي، بس بدي أقول أنه يعني مش مي كل هيدي الأنشطة عندها مردود إيجابي الحمد لله. بتعمل أول شيء أنا سمعتها من سعادة الحاكم هيتاني مرة بعيدة من سنتين انه المهرجانات بالبلد هي اللي عم تحرك الدوره الاقتصاديه، وهيدا هدف من الاهداف صح، بس كان عندنا مشكله وحده هي التنظيم.
بعتقد السنة تقدم كتير. يعني كيف التنظيم بأي معنى؟ أنه اليوم بلدتين حد بعضهم ما ضروري يكونوا بزيت الليلة عاملين مهرجاناتهم. خلي يكون عندي أنا خيار أنه روح على هالبلدة وعلى هالبلدة مشان يعني نتحرك شوي أكتر. بس السنة الوضع العام بتحس أنه الفرق كبير. يعني أنا عم بحكي كسر وين شو كان فيه وشو السنة توقع ليه، لأنه سنة الماضي وقعوا بخسارات كبيرة مش بسبب هن فشلهم، مش مزبوط لا أبدا، بسبب الوضع الاقتصادي اللي مرق فيه البلد. بعدين ما ننسى كمان في ضرائب بتندفع منها، ما الواحد يفتكر أنه صحيح الفنان إجا وأخذ اللي لازم ياخده ومدروس البطاقات ولكن اليوم في ضريبة كمان عم تندفع بهالمهرجانات. ضريبة بس ضريبة أنا ما بدي أحدهم هلأ حتى ضرائب مش ضريبة. بس بدي أقول لك شغلة ستريبيكا، أنت لازم تكوني بتعرفي كمان لأنه عيد عليك، وقعد فكري في مهرجان بربح صحيح. المهرجانات بتخسر ما بتربح، يعني حتى يعني هيدا أكبر دليل على أنه المهرجان هو إنمائي، هو أنه خلي أنا ربيكا أبو نادر تطلع لعندي عضايعتي غصتة وشوف حالي أنه أنا جبت ناس من برات منطقتي، يعني اللي هي عرفهم على مناخ غصتة، على جماليتها، على 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 طبيعتها، على ناسها. من هيك الساحة السنة ساحة مرسي معان العمودي رح تجمع الكل مثل كل سنة. إيه مثل كل سنة صح. مثل كل سنة صح. نحن عنا بواحد وثلاثين تما نضيع قاب واحد واثنين في نقطة كتير أساسية ما حكينا عنها، ما عليه رح نحكي عنها بعد البريك. أوكي سوق الأكل، سوق نحكي الأكل عنها بعد يعني. دايما تحية حب إلى لبنان من كسروان، شعار بحبه كتير وحبيته كتير لأنه بعدنا عم نحكي عن مهرجان غصتا يلي أنا بسني كتير تكون معي رئيسة لجنة مهرجانات نهلة هيكل الخازن. نحن وصلنا على سوق الأكل، ولكن لنرجع نذكر المشاهدين يلي دخلوا معنا هلأ على ال يعني بلشوا يشوفونا ما كانوا قبل عن البرنامج. يعني انا قبل غلطت غلطه صغيره، قلت بعد بكره في السوبر ستار، هو بكره الجمعه، نهار الجمعه في راغب علامه. نعم بيرجع 31 شهر العشاء القروي اللي هو بيجمع ابناء بلده غصتا وسكينه، واللي هو طبعا ما في تيكتس ولا بيع فيه، هو بينزلوا بيجتمعوا وعلى المائدة سوا وعلى يعني بيصير في الجامعة اللي حكينا عنها اللي هن تقليدية واللي ما قلنا نحن كلجنة مهرجانات ما قلنا بجبيلة فيها، نحن قلنا بس بتنظيمها لأنه هيدا تقليد سنوي قديم. بيرجع 1 و2 أيلول عنا سوق الأكل يلي بعتقد صاروا اللبنانية بيعرفوه وبينطروه بيلحقوه. صح صح مزبوط، هو يعني مجموعة إذا بدك أنواع أكل بتكون موجودة بأنواع من الكيوسكات موجودة، بس يعني أنواع مهولة. هو نهلة هون أكيد يلي بعد ما بيعرف شو سوق الأكل، أنا بنصحهم يجوا على غصتا أولا لأنه ساحة مرسي معان العمودي ساحة حلوة كتير وكبيرة. اثنين على كتف الخليج جوني، يعني عندك بكركة وسيدة حريصة وعندك فيو يعني رائعة. اثنين سوق الأكل أهميته بفتكر انه بعرفك على اللي عرفنا، يعني كل ضيعه عندها ميزه، ما نحن عم نجمع لبنان كله بسوق الاكل. مزبوط وهيدي شغله كثير حلوه. مزبوط فيها حرف، فيها كل شيء، فيها موني، فيها كل شيء. مزبوط هلا انا الاضافه اللي عملتها، نعم الاضافه مش انا لما نقول يعني انا نحن عم بحكي كمجموعه، الاضافه اللي عملناها هو انه خلينا يكون في اذا بدك نشاطات ترفيهيه للكبار وللصغار، ومنه شيء كثير تقليدي بتشوفيه دائما، يعني أكيد. جربنا يكون شيء جديد، يعني انت بتكون عم تتذوق اذا نفترض اكل لبناني بكون في عويت حدك عم بدق، عرفتي كيف؟ او حدا عم يرسم بالريشه هيك صغيره اذا بدك، او يعمل لك اسمك حسب الكونسيبت، حسب كل مطرح. الاولاد الصغار في عندهم النشاطات الترفيهيه اللي هن يعني بحبوها، يعني العائله اصدقاء الاهل. أي الاولاد عاده هم بيفتحوا فوق كمان، رح يكون من الأربعة لـ12 بعد نص ليل يعني أو نص ليل إذا بدك. فهيدا بالنسبة للبرنامج، وراغب عليمة بكرة مش بعد بكرة. أي ساعة بتنصح الناس توصل؟ لأنه أنا من الأشخاص لما بروح على مهرجانات غصتا
كثير بحب لما بوصل قبل بوقت لانه منوقف حسب نحن هيدا الحلو انه تيكت التيكت مكتوب انت باي باركينج بتصفي بتنزلي مرتاحه وفيكي تمشي على الاشخاص اللي بمشي في بيوسات بتنقلي وفي جولف كار بتنقلي ما بتتعبي ابدا اذا بدك انت على الصعيد مش عم بحكي عنك بس في ناس ما فيها بس تمشي بس بحب يمشي بيقدر يتمشى منه بعيد كثير حلو ثاني شيء بيروح على زون الفود كورت مطرح ما في كيوسكات مطرح ما في يعني الكنيسه مفتوحه يعني طبعا جو حلو ايه وبيقدر يكون يعني مرق وقت نحن حاطين على التيكتس من السبعه وطلوع طبعا مشان تعرف انت انه تكوني عم بيطلعوا يعني ما يكون يشغلهم نفس الوقت ايه مشان ما تعجق يعني وما عم بيكون عندنا عجقه كل الناس بتقول لي مش معقول كيف يعني انه بيوصلوا انه بنوصل ومنفوت دغري وما بنتاخر انجا ربع ساعه بتخدمنا على كل حال قد ايه حلو كمان بترجع تشوفي كل هالشباب من ساعه ما بتوصلي تصفي السياره عم بتوجهك ايه بكل لياقه وتهذيب هيدي بترجع للتنظيم اللي بدي احكي عنه كثير مهم طبعا في عندك ايس اللي هي بتلعب دور كثير اساسي بالتنظيم صحيح. ما في انكر لياقه لانه دور كثير اساسي وبتامن كل هال يعني كل هالشغل اللوجستي هي بتامنه ف يعني مشكوره طبعا ومن هون نجاح لانه عفوقه اوقات تكوني بتحب الفنان او بتحب الارتيست كثير بس لما تقعدي ساعتين لتوصلي تحضري بتقولي يبعت الله ما بقى بدي او انه ما خلص انه نحن ما عنا اياها اكيد وانت شاهده يعني انا شاهده ايه وانا الاشخاص اللي بنبص كثير لما بنزل مشي لانه بشوف لانه طرقات الضيعه كثير حلوه ايه يعني على كل جوانب الناس فاتحه بيوتها ضويه ابتسامه بتحسي حالك انت عم مش محل العالم على الطرقات عشقة العالم مش محل الغريب واليوم الناس صارت معوده على التنظيم لو ما معوده ما كنتوا يعني من اربع سنين لليوم الناس لهم. بتنطر طبعا مهرجانات غسطة بدي اقول الدوليه ان شاء الله دائما يعني ان شاء الله يكون عندك بالمستقبل تستقبلي فنانين كمان اجانب لانه دائما بتركزوا على فنانين لبنانيين انا مبسوطه انه ركزنا بالاول على فنانين وماني ابدا ندمانه او زعلانه او حاسه انه كان في نقص عندي بالعكس لانه الفنان اللبناني بيستاهل قبل مثل ما بيقولوا دائما الرعايه مع وزاره السياحه ايه لانه وزاره السياحه اولا نحن بنكمل بعض أكيد. اولا وزاره السياحه يعني دولتي دولة اللبنانية يعني شو يعني وزارة السياحة أنا بهمني أنه كمان أكون أنا عم بسوق لا سياحة بلبنان صحيح. سياحة بلبنان أهم شيء بالنسبة لي قبل ما بلش فكر كيف بدي أجيب أي باند وأي تروب من برا أو أي فنان وأرتيست كبير طبعا مش غلط وما حدا يفهمني أنه عم بنقور على المهرجانات اللي بتجيب لا بالعكس بس أنه أنا بلشنا نحن يعني إذا بدك بحجم وعم نكبر شوي وإن شاء الله يعني أنا بدي أشكره على فوق لمعالي وزير كدانيال لأنه كان كتير متعاون وطبعا اليوم المهرجانات بدها تمويل يمكن مرات مش كافي بيع لأنه في جهد مش كافي في حياته كان كافي في أكيد سبونسور دايما بدك تسمحي لي إذا بتريدي بدي أو نص عم بيقولوا لأنه خلص الوقت إيه معلش أول شيء طبعا أنا بدي أشكر وزارة السياحة اللي هلأ شكرته والوزير كدانيال الام تي في على راسهم لانه الام تي في يعني انا ما بشكر انا بعتبر حالي من اهل البيت صحيح. في رابط معنوي في بلديه غسطة وعلى راسها زياد الشلفون نوجه له تحيه لرئيس البلديه اللي انا ما عم بشكره هون انا زياد الشلفون ما في اشكره زياد الشلفون يعني بعتبره حدا من افراد العائله بس ما بيمنع انه بقدم كل التسهيلات اللوجستيه مش غير شيء نحن ما بنقرب على العفو انا ما بقرب على اي شيء خاصه بالتمويل من البلديه نعم. المهرجان ما بقرب على هذا الشيء نعم. فبعدين عندي سبونسر الوليد بن طلال أبني الأستاذ مارون حلو اندفكوا الأستاذ نعمة فريم عم بحكي بالأشخاص مشان اذكرهم كأشخاص وفي البنوك طبعا اللي هن اس جي بي ال ليبانو فرانسيز الكريدي ليباني وفي الكا جروب اكيد هيدا والأهم من هول كلهم القوى الأمنية ثم القوى الأمنية الصليب الأحمر والدفاع المدني والجيش اللبناني يعني القوى الأمنية قصدت الكل طبعا. لانه ما بتقدر تعرفي شو بيتعبوا معنا وقد ايه بيكون حتى ينجح مهرجان ويستمر مثل ما عم يستمر بتكب الابره بتسمعي رنتها يعني هيدي بترجع لشو؟ بترجع لتعبهم اكيد فشكرا من القلب نحن بنرجع ننهي انا وياكي ونقول لهم تحيه حب الى لبنان من كسروان شكرا نهلا هيكل خازم لكل اللجنه شكرا لك معكم نلتقى بكره دائما عبر الام تي في الحل عندنا